القدس من محيط المسجد الأقصى، حيث تدور مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصلين في القدس المحتلة. إذن هي مواجهات بين مصلين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. نشاهد طبعا الجنود يهرولون في اتجاه، إذن هذه هي صور للقدس، مواجهات بين مصلين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. نشير إلى أن يعني العديد من المتطرفين الإسرائيليين يقومون باقتحام مقار دينية إسلامية ومسيحية وأيضا مدارس عربية في تصعيد واضح من قبلهم. هذه صور مباشرة من القدس إذن. بعد الاعتداء على المسجد الأقصى وأيضا الكنيسة المعمدانية في القدس، بالإضافة إلى العديد من المدارس العربية والكنائس، كتب على جدرانها يلا يلا عبارات مسيئة